صباح النور من جديد مشاهدينا، وصباح النور لك أمين. صباح الورد. بدنا نروح لفقرتنا الأدبية. أحلى حاجة مع فقرتنا الأدبية وإحنا ناكله في الفوندون. لا لا أنت من الفاصل وأنت بعد عقلك في الفوندون. إذا مشاهدينا دعونا نذهب إلى زميلة فضيلة الفاروق وضيفتها الكاتبة إيفا ناصر في فقرة كتاب. صباح النور. صباح النور. صدر كتاب يتقاطع فيه عنوانان: لا جد ولساعي البريد والموت، تمر وعنب وسنديان، مجموعة قصصية لخريجية الدورة الثانية 2018 من ورشة الكتابة الإبداعية في دار المجمع الإبداعي. شارك في المجموعة 10 كتاب، 10 أساليب مختلفة، تنوع في الأفكار، بطاقة تعريف مشتركة لعشرة كتاب. الدكتورة إيفا ناصر واحدة من هذه المجموعة، شاركت بثلاث قصص قصيرة ولها ما تخبرنا به عن التجربة. مرحبا بك دكتورة إيفا. صباح الخير. طبعا لديك تجربة جميلة في الإعلام وقد تتلمذت على يد الشاعر الكبير بول شاول، لكنك ذهبت لممارسة تعليم اللغة العربية وقواعدها، وشخصيا أعتبر أن هذه المهمة جد صعبة. أيضا سافرت كثيرا، وهذه التجربة أيضا لها أهميتها. أعجبتني جملة قلتي أو عرفت بها نفسك: أصادق الكتاب وأرافق القلم وأعشق السفر. طبعا حين أقول أنك سافرت كثيرا فهذا لا يعني أنك ثرية، ولكن أنت مجتهدة. سنتحدث عن هذا الأمر لأفاجئ الجمهور برحلتك. أولا أريد أن أعرف ما الذي جذب الدكتورة إيفا إلى الكتابة الإبداعية. بداية الكتابة كانت مشروع قديم جدا، ولكن مشاغل الحياة والدراسة والتعليم للأسف لم يترك مجال لي للكتابة. وعندما شاهدت هذا الإعلان عبر فيسبوك تشجعت وقلت خلص، حان الوقت، وأنا أحتاج فعلا إلى قيد مادي، يعني الدفع في الدورة ووقت، يعني يجب أن ألتزم. نعم، لأننا إذا تركنا أنفسنا صدقا لا نفعل شيئا. وأستاذ عبد الرحمن الجاسم أستاذنا في هذه، نعم صباح الخير له، أستاذنا في هذه الدورة دائما يقول: أنتم دائما تقدمون كل شيء على متعتكم الشخصية، على الكتابة، على التأليف، على السهر، على أي شيء، والعمل دائما هو رقم واحد. للأسف يجب أن نعمل لنعيشه، ولكن أيضا يجب أن نقف مع أنفسنا ماذا نحب أن نفعله. وأنا أحب أن أقرأ، أن أكتب، أن أسافر كثيرا. ما انطباعك الحقيقي عن التجربة بعد قطع مراحلها الصعبة وبلوغ مرحلة النشر، أنه أصبح شيء ملموس بين يديك هذا الكتاب؟ صراحة لم أفكر أنها ستصل إلى النشر أو إلى الجمهور. كانت دورة وسأنتهي منها، وأفكر في السفر إلى أمريكا كما هي عادتي لأتسلى في الصيف، ولكن الآن أصبحت مواجهة مع الجمهور، مع القراء، لذلك أصبحت مسؤولية أكبر، وهي رحلة ممتعة، والآن ما زلنا في أول الطريق. يعني بعد لا أعرف متى تكون نهاية هذا الطريق، هو طويل جدا، ولكن الرحلة ممتعة. هناك أعباء الآن، مسؤولية والتقنيات تحتاج الآن إلى تنظيم أكثر وعمل عليها، وصقل الموهبة ودراسة وقراءة وتعمق. طيب أنت قارئة نهمة. نعم. هذا معروف. أساسا ما ربطني بك على مدى سنوات هو الكتاب، القراءة، لكن أيضا أنت عاشقة للسفر. نعم. سافرت إلى 40 بلد تقريبا، وما يزيد على ما أظن، وما يزيد عن 40 بلد. نعم. طيب إلى مدى يمكن أن يكون هذين العنصرين من مقومات الأدب، القراءة والسفر؟ بدايتي مع القراءة كانت منذ كنت في 10 من عمري. وصل أبي إلى البيت وحمل كتابا وقال: اقرأي هذا وناقشيني، وكانت الانطلاقة. بعد ذلك أصبحت من ضروريات الحياة. السفر بالنسبة لي هو قراءة، ولكن بدون كتاب. والسفر يعطيني فرصة أن أكون أنا من الأحداث أو من الأبطال أو من تسلسل الأحداث أو من العناصر المفاجئة، لأنني في الحدث أو قد أكون خلف الكواليس، ولكن أنا أقرأ
أقرأ بعيوني، بحواسي، بتجاربي، باختلاطي بالشعوب والأمم الغريبة العجيبة عني البعيدة التي كنت أحلم بها. الغريب أنك تسافرين لوحدك أيضا. نعم، أحب أن أقوم بهذه الهواية لوحدي، لأنه السفر يحتاج أن تكوني أنت سيدة نفسك وأنت سيدة القرارات. طيب، نتوقع أن تكتب إيفا كتابا أو كتبا عن هذه السفرات؟ ربما، لا أدري. جواب مختصر، لا أدري ماذا يخبئ لي المستقبل. طبعا لا أحد يتوقع لا. ما تخطط له الدكتورة إيفا دائما. حتى أنا. طيب، هل يمكن أن تختاري لنا فقرة من إحدى القصص؟ نعم، قصة عصا جدتي. نعم، عصا جدتي. جدتي كانت امرأة كسائر نساء الجنوب، إنجاز التعبير، مهووسة بشيء اسمه الطهارة وتكره النجاسة، وكان لها طقوس ونحن تربينا عليها ويجب أن نلتزم بها. أقول في كثير من الأحيان تحتاج إلي جدتي لأحمل إليها عصاها بعدما تعلقها في باب غرفة نوبها أثناء صلاتها، فأركض من نفسي إلى المغسلة وأضع كفي تحت الصنبور لدقائق، ثم أمثل أمامها لتشرف على استخدام المناديل في مسحهما، والقسم بحياة أبي أني صببت على الحنفية ثلاثا قبل إغلاقها. وهذه التدابير ما كانت لتعطيني حق التقاط العصا من مسكتها، بل من أرضها من باب الحيطة والحذر. إيفا، القصة جميلة جدا. نعم. طبعا، وحتى هذه طقوس الطهارة التي ربما لا تعرفها الأجيال الجديدة. نعم. ما فعلا يميز هذا الكتاب هو التجربة الجماعية للنشر. ماذا تقولين عن هذه التجربة؟ أقول أنها كانت تجربة جميلة جدا ونقطة انطلاق، ولولا أستاذ عبد الرحمن الجاسم ما كنا سننطلق كما كنا الآن. وهي عفوية وبريئة، يعني إذا قرأت القصص فيها براءة، لأننا ما زلنا في أول الطريق. يعني أتمنى من القراء أن يكونوا قد سامحونا على كل الهفوات التي حدثت. نعم، ولكن فعلا كانت عفوية وبريئة جدا. 10 كتاب في كتاب واحد. نعم. ألا يظلم بعضهم لأن المستويات تختلف؟ الجميل فيها أنها مختلفة، لذلك سترضي أكثر الأذواق. يعني لن نقف على ذوق واحد أو نترك الكتاب ونقول هذا الأسلوب لم يعجب فلان ولا فلان، بل سترضي مجموعة كبيرة، مساحة أكبر وأوسع. هذا التنوع الجميل. نعم. أيضا إيفا، أنا طرحت موضوع على صفحة فيسبوك عما يحرضنا أكثر للكتابة، الماضي أو الحاضر، فكان الميل الأكبر طبعا للماضي، وكان العمر الأجمل العودة إليه هو الطفولة. اخترت عددا من النصوص أقرأها. نعم. وأتمنى أن تشاركين فيها. نعم. رنيم زريف كتبت: نهرب من ألامنا وجراحنا نحو طفولتنا لنتذكر كيف كنا أصدقاء للحياة، أبناء مطيعين للطبيعة، أخوة للفصول، والأهم من هذا كله أوفياء للحب. لكن هناك في البعيد أرواحنا الحقيقية، الأنا الآخر، توأم طفولتنا الأسير. أنا الأوان ليتحرر، ليتعلم، ليكبر وليتعرف إلينا، ليعانقنا طويلا ثم يرحل تاركا لنا ذكرياتنا وألعابنا الصغيرة. موح يعود إلى عمر 10 ويحكي لنا قصة طريفة عن ذلك العمر، ويختمها بقوله: جميل أن تتحول سقطات الصغر إلى ذكريات لطيفة، والأجمل أن تتخذ من هزيمة الأمس ذكرى لليوم وعزيمة للغد. سارة كتبت في هذا الوقت المبكر في السنة: بعد مرور ربع قرن ينتصب لي طيفه قهرا بعدما تجاهلته عمدا مرات عديدة، أسافر إلى مملكة الجرح، إلى ذكريات لم تفارقني، إلى منزلك الصغير، أهوي إلى دفتري لأكتب كل مساء، أجلس فوق سطوره المتوازية، أزيل كلمات العناء، أستلقي ببطء محسوب بدقة الكلمات، فصلة هنا ونقطة هناك، أنظر إلى عينيك المتعبتين، أرتشف دموع فقدك بهدوء، بهدوء سجين أدمن الأدب. غريبة جدا الكتابة إليك، وكم تغيرت من مع تناوب الفصول. يكفيني جدا أن تفترش صفحات دفتري وتقاسمني وجعي قبل أن أنام،
إلى روح أبي التي تسكن الماضي والحاضر والأبد، كيف لقلمي أن يجف؟ مصرائع. راضية روينية من الجزائر، من سقراس تحديدا، تختار هي الأخرى الماضي وتكتب عن الطفلة التي كانتها ألف تبا ولعن على طفولتي، تلك المصيدة التي فتكت ببراءتي واختالت ضحكتي وكفنت الحياة بداخلي، شيعت جنازتي مبكرا، تلك الطفلة لا تزال واقفة هناك حيث سنوات مضت تراقب أخاها وهو يحتضر على فراش الموت يصارع السرطان، تتخبط روحه بين آه وجع وشقة وداع. وتختم نصها الطويل نوعا ما بقولها: تحمل سرها الدفين في جوفها الهرم الذي يرتكز على عكاز الأبجدية، تكتبه الحروف وتسعف حزنه وآلامه، تسكن أو تسكن وجعه، لعل الكتابة تشفيه، فكانت تلك كاتبة ولدت من رحم الوجع. إيفا، النصوص كانت جميلة نوعا ما، ومؤثرة. نعم. أنا أشكرك على هذه الصبيحة الجميلة. شكرا لاستضافتك وشكرا للجميع، وفقط أريد أن أرسل تحية إلى روح السيدة إيميلين نصر الله الروائية اللبنانية. التي احتضنتني لسنوات وصادقتني وفتحت لي بيتها ومكتبتها أيضا. صحيح. شكرا لك. صحيح. تحية صباحية جميلة إلى إيميلي نصر الله، وعودة إليكم هبة وأمين.